ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من بغداد رئيس ائتلاف رافدين ينادم مكانة. مرحبا بك سيد ينادم. اذا انباء عن عمليات استيلاء على منازل المسيحيين وممتلكاتهم في محافظة نينوى، هل هناك تفاصيل اكثر عن هذه الجرائم؟ بداية انا سمعت التقرير، كان في بعض المعلومات لربما غير دقيقة. تفضل. عن نينوى او المنطقة المسيطر عليها تنظيم داعش سابقا. يعني بما انه عندما اعلنوا الفتاوى تبعهم، الفتاوى التي اما ان تطلع واما ان كذا، وكتبوا على الدور نون يعني النصارى. عندها اتذكر تلوت بيانا في البرلمان اصبح اساسا لتشريع ولقرارات العدل والحكومه. فعليه اعتبر كل بلوعات مناطق سيطره داعش في الموصل وفي الانبار وفي غيرها، كلها كل البلوعات باطله. عليه توقفت كل البلوعات منذ ذلك الحين، ولم يقدر احد ان يبيع او يشتري في هذه المناطق. ولكن هناك بعد تدمير الموصل، يعني فقط في الموصل القديمه 11,000 مسكن مدمر بال يعني ممسوح بالارض، 6,000 منها ممسوحه بالارض، والخمسه الاخر لا غير قابل للسكن. وبهذا العدد ايضا في بقيه مناطق الموصل. يعني هناك ازمه شديده في الموصل. نعم يسكنون هذه البيوت، لكنه التحويل والاحاله كما تفضلتم بالتقرير لا يزال غير متاح في الموصل. دوائر التسجيل العقاري ليست يعني فاعله، ولكن نعم هناك بيوت مسيطر عليها من قبل بعض الميليشيات او بعض الجيران وليس الميليشيات حاليا، وهناك لجان لاخلاءها ولجان تم اخلاء البعض لكن كثير. المشكل كان في بغداد والبصره وليس في الموصل، المشكل كان في بغداد والبصره. هذه الجماعات المسلحه او غير المسلحه التي تدعي بكونها تابعه للمسلحه او هي مدعومه من جماعات تيارات او احزاب، هذه نعم زورت وسلبت. لا اقدر ان اقدر كم منزلا او كم بيتا، لكنها هي عدد كبير جدا بالمئات. صار تزوير السجلات العقاري، وهناك بعدين تحركنا على قيادة العمليات مكتب القائد العام وصدرنا بتعليمات بتعويق تحويل هذه البيوت بسهولة، ومنها تحمد مثل القضاء الأعلى أنه لا يمكن إقامة دعاوى كيدية ضد مجهول الإقامة. وهذه كانوا يتحايلون على القانون من خلال هكذا دعاوى الشخص مهاجر. كيف يتحايلون عفوا سيد ونادم؟ يعني ما هي طرق الاحتيال؟ يتحايلون بدعوى انه احد الباعه الذي يبيع على البسطه في 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 ساحه بيروت. ادعى انه دفع 600 مليون دينار الى فلان الملياردير من عائله ساره خاتون، وحكم الحاكم بانه هذا حقه واخذ العماره اللي هي 53 شقه. لمن يتبع هذا؟ يتبع لأحد الأرمن المسيحيين في منطقة كمسارة. طيب. هذا الملياردير لديه 27 عمارة في بغداد من عائلة سارة خاتون. فقدرنا أنه نرجع العمارة شلعان القلب والضغط إلى القضاء الأعلى والتعليمات ورجعناها شلعان القلب. فالدخول تحايل القانون يدعي بأنه أقرض مبلغا من المال لفلان وفلان، وبعكسه الحاكم يحكم يبلغ هذا ليحضر، اين يحضر؟ من كندا او من امريكا او من استراليا؟ ما يحضر طبعا. ولا شايفه ولا يعرف انه اكو دعوه كيديه كاذبه عليه. فبالتالي الحاكم كان يقضي بانه هذا العقار له، وخلاص يجي تنفيذ من وزاره العدل وتخلى وتملك باسم هذا الحرامي اللي هو دعا كذبا بانه دفع مبلغ لهذا الرجل ولا يعيد المبلغ. فعلى طيب. كل كان هناك تحايل، الان اصبح معوق كبير، غير قادرين. وإعادة الممتلكات المسيحيين أدت إلى انخفاض أسعارها أساساً. من الصعب جداً أنه يعني هو بأمريكا وده يبيع فرد، فلازم يبعث صحة صدور ولازم مدري إيش، بأشهر ما يقدر يحول البيت. فصار أسعار بيوت المسيحيين انخفضت كلها 20-30%. يعني الاستيلاء على منازل المسيحيين كما ذكرت نادم كان ليست في نينوى، بل المشكلة ربما أكثر كما فهمت من كلامك في البصرة وبغداد، ولكن أصبحت ظاهرة. يعني من يقف وراء هؤلاء برأيك؟ هاي جماعات مسلحة وجماعات يعني تدعي أو مدعومة، هي مافيات، هي تحت عناوين
جهات سياسية الآن لربما قسم منها لديها حضور بالحكومة والبرلمان وهكذا. فإذا قلت له أنت فوق عينك حاجب يقول لك أقيم عليك قوامة وفصل مدري إيش وتعال عني شفني، بعد تصير لك فصل عشيرتين قاعدين مقابل بعض. يعني بعضها بعضها نعم؟ لديه تمثيل حكومي او برلماني. طيب كيف تتعامل يعني مع هذه الحاله؟ مدعومه عفوا، مافيات نعم. مافيات مدعومه. طيب مافيات كيف ترون تعامل الحكومه اذا؟ هذه تؤدي الى ضعف سلطه القانون وبالتالي هذه الجرائم مستمره. اذا كيف ترون تعامل الحكومه مع هذه الظاهره الخطيره؟ الحكومة يجب أن تفرض سلطة القانون. نعم. سلطة القانون إذا ماكو بالبلد يعني مشكلة كبيرة. في زمن نظام صدام إذا واحد يفتح الباب بلي قانون هذا عليه، هذا تعتبر جريمة 7 سنين سجن. اليوم يهدم البناية وماكو لا بلدية ولا حكومة ولا شرطة ولا أحد. ما الهدف برأيك؟ هل الهدف هو التغيير سكاني لهذه هذا المكون كما غيره من المكونات الأخرى؟ جشع وطمع. جشع وطمع المافيات اغلب شيء، وليس قرار لا للتهجير ولا لكذا، لكن نتيجته هو يصير تهجير واشتتات مكون تغيير ديموغرافي. نعم. ايام الحرب الاهليه اقول اسميها اهليه بين مكونات المجتمع ببغداد، نعم. ما سمعناه من عمليات بغداد فيما بين مكونين اساسيين في بغداد الى لغايه 36 الف دار كان موجود محتل من هذا الصوب ذاك الصوب، وبعدين رجعوا اكثر من حوالي 60,000 رجعت حسب ما علمنا، فارقام يعني فلكيه. يعني كان الشيعي غادر منطقته لانه اغلبيه سنيه، او السني غادر منطقته لانك اغلبيه شيعيه. نعم. وكان مؤسف نهايه في العوام 2007 2009 2010. نعم. لكن الان الحمد لله شوي افضل، ماكو مبقى هاي الحمد لله، تغيرت المعادله بعد الانتخابات الاخيره، لكن المافيات لا زالت فاعله وناشطه. شكرا جزيلا لكم بغداد، رئيس ائتلاف رافدين ونادم كمان.